طبعا والله غصب عني مش قادرة اقعد مع كل الحاجات، بس بتابع طبعا احمد السقا، والحقيقة المسلسل بتاعه تحفة جدا، واخراج غير طبيعي وايقاع وتمثيل. ايقاع، شفتي مشهد الحرق لما حرق ضاحي؟ يعني طبعا شفته طبعا، مؤثر شوية يعني، ان الناس وصفته اصعب مشهد في رمضان، في عنف وفي حرق وفي حاجات كتير. لا انا ما لقيتوش بالشكل الفظيع قوي ده، بس هو انا بصيت على التمثيل، لان العمل مليان تمثيل غير طبيعي، ممثلين كتير بشوفهم حلوين بره، بس هنا الحقيقة كانوا احلى بكتير. كمان بتابع كلبش، بشوف السنة دي ممكن يقدم ايه جديد. بيتر ميمي انا بحب شغله. كذا حد متابعه السنة دي بس مش كتير قوي. من يومين سمية واحمد طلعوا فضحوا بعض عند بسمة وهبة، انت ايه رأيك؟ يعني شايفة الفضائح دي المفروض تطلع على الشاشة وفي رمضان؟ الحقيقة انا زي بقية الناس يعني ضد اللي حصل، بس انا شايفة برضو ان هم ما كانش الحاجات دي متحضرة، يعني هم حد بيرد على حد وحد اهان حد، فالتاني طلع لازم يرد عليه، ومتعرفيش مين اللي ابتدى في الإهانة والغلط، بس بشكل عام ما كانش في صالحهم هما الاثنين. خسروا جمهور؟ ما اقدرش اقول خسروا جمهور او كسبوا جمهور، بس يعني في النهاية كتير بيحصل لنا. انا شخصيا حصل لي مشكلة من نفس النوع، وعمري ما طلعت اتكلمت في اي حاجة، وبالعكس يعني يمكن ناس كتير ما تعرفش ان انا انفصلت بقالي سنتين، ولغايه دلوقتي ناس ما حدش تعرف، فمش عايزه اعيب عليهم، بس ساعات الشيطان لما بيدخل على فكره في النفوس، والسوشيال ميديا الحقيقه برضو نقل الكلام في السوشيال والتسخين، ده طرف وده طرف. الحقيقه السوشيال ما بقتش ناجحه خالص في الموضوع، بل ناجحه اكتر في الفرقه بين الناس والخصام بين الناس. والله رامز فظيع، انا عن نفسي ساعات في بعض حلقات بضحك جامد من كتر الرعب اللي بيعمله للناس، بس بدأ ربنا ما يعني ما جيش تحت ايده ابدا يعني الحمد لله. لكن هو يعني انا بحب رامز على المستوى الشخصي لانه شقي جدا، وطول الوقت كان بيعمل كده في اللوكيشن في تصوير مع كل الزملاء، فانا بحب رامز. ثالث يعني بتتعمل البرامج دي اللي هي مفبركه، او عشان الممثلين بياخدوا فلوس فبيمثلوا كده قدام الجمهور يعني، فانت رايك ايه في الكلام ده؟ لا انا في حالات كتير قوي عمري ما تخيل انها معروفه، لا يعني في ناس لعيبه كوره ورايا وكذا حد شفت حالاته يعني. شفت مدام فيفي طبعا اول يوم، وعلى قد يعني ما اتبهدلت جامد وصعبت عليا جدا الحياه، يعني بياخدوا قلبك انه بتحط نفسك مكانهم، بس في النهايه يعني بيضحكوا وبيهزروا فبتحس ان اوكي يعني اوكي الدنيا ماشيه. اول على العبايه واختيارك ليها دي تصميم مين، واختار اللون التركويز كمان؟ الحقيقه دي تصميم مغربي مش من مصر، وحسيت انها موافقه رمضان طبعا وكده، فحبيتها بكون لابساها. مره تلبسي عبايات؟ لا بالعكس، انا اول واحده في مصر لبست عبايات من 2011 ساعه ما كنت بعمل سحور كل سنه، انا اللي اخترعتها في مصر في 2011. كمان اللون التركويز ده تفاؤل اكتر. طبعا ده اللون الثقه بالنفس.